السلام عليكم يا اخوان، رجعت لكم بطريقة تسريع او حل مشكلة التعليق والتأخير في افتر افكت. فاذا تحس عندك الافتر ما يشتغل بالشكل المطلوب فهذا الشرح لك. فاول شيء تسويه تشغل افتر افكت. اول ما تشغل الافتر ترجع تقفله بعدين تشغله من جديد. فبهذه الحركة راح تحل مشاكل واجد. اذا الافتر يتأخر ما يشتغل فهذا حل ممتاز له. بعدين تروح عند الإيديت برفورمنس الجنرال، في هنا خيارات واجد. تروح في البداية عند إنيبل هوم سكرين، هذه اللي طلعت في البداية ما أشوف إن لها فائدة. بعدين تروح عند البريفيو، عندك هنا الأدابتر تخليه أعلى شيء. عندك الجي بي يو إنفورميشن، هنا الرام الخاص بالكارت تخلي هذه أعلى شيء، أعلى استعمال لكارت داخل الأفتر، يعطيك أعلى أداء لكارتك. عندك الزوم كواليتي والكولر مانجمنت، فبالنسبة لي دائما أخليها أسرع شيء، راح يكون أسرع شيء لكن الجودة ما راح تكون ممتازة. لكن يمديك تخلي مثلا الزوم كواليتي مور أكوريت، تخليها خيار ثالث. وعندك المانجمنت تخليها الثانية، لكن بالنسبة لي بخليها فاستر يعني أسرع شيء. عندك هنا الأوديو تحط عليه صح. طبعا أغلب الإعدادات اللي هنا راح أعطيكم وش تحطون بدون ما أشرح لكم، إن أغلبهن حاطها من زمان ناسي بالضبط استعمال الصحيح لهن. عندكم هنا أغلب هنا ديسبلاي، أغلب هذول تخليهن ديفولت، متغير فيه شيء. عندك أهم شيء هنا، عندك الكاش دايم تفعله وترفع الجيجا تخليه مثلا 50 100 رقم عالي. عندك الملف ما تخليه في السي، تخليه بهاردسك ثاني، هاردسك حجمه كبير. بالنسبة لي مجهز له ملف تحطه هنا مثلا، تحط مثلا بعد ما تسوي هذا راح تنهل عندك مشاكل واجد، خصوصا لما تكون مثلا تمنتج فترة طويلة ما راح تواجه مشاكل. لكن دايم إذا قبل ما تسوي مونتاج أو بعد ما تخلص دايم تفرغ الكاش من هنا. بس عندك هنا الداتابيس والكاش تخليها زي ما هي. بعدين تروح عند الفيديو، أغلب الأشياء هنا ما منها فائدة. تروح عند الأوتو سيف، هنا يحفظ بنفسه، فبالنسبة لي تناسب 5 دقايق. وهنا يحفظ لك الملف أول ما تسوي رندر، فبالنسبة لي بقفله. وهنا شيء، وهنا بعد من أهم الإعدادات الموجودة عندك الرام for other application، هذي تخلي أقل شيء، هذي أقل شيء للبرامج الثانية. دائما الرام أكثر نسبة لتستعمل الأفتر. عندك خيار هذا ناسي صراحة وش فايدة منه، لكن بخلي زي ما هو. عندك المولتي فريم ريندرينج، هذا مرة ممتاز، هذا نفس فكرة الرام لكنه على المعالج، فتحط 5% يعني 5% استعمال البرامج الثانية و 95% الافتر استعمله، او تقدر تخلي 0 لكن بشرط انك ما تستعمل برامج ثانية عشان ما تصير في مشاكل. فبالنسبة لي بخلي 5 لأني أحيانا أمنتج وأتابع شوية يوتيوب سكورد، أخلي 5-6%. بس كانت هذه أهم الأشياء في البرفورمنس. تضغط أوكي وتبدأ تمنتج. في هنا مشكلة ثانية، لما تحرك الـ هذا بسرعة راح يغبش شوي، حتى إذا كنت حاطه على الفل راح يكون في تغبش بسيط. هذه حله، تروح عند جنب الجودة والخيار تخلي على اوف، خلاص صح انحلت المشكلة. خلينا نفترض انك خلصت مونتاج، تضغط كنترول ام قبل ما تضغط رندر، تضغط كاب. الحين لما تضغط رندر الفيديو راح يشتغل معك هنا، لكن اذا ضغطت الكاب ما راح يشتغل.
هذه ما يستاهل انه راح يسرجع الرندر. مشكلته وحيدة لما ترجع تمنتج في هنا علامة حمراء، فتضغط تاب راح تلغي المشكلة. طبعا في اشياء ثانية تسرع المونتاج، اذا تبون بار ثاني اكتبوا تحت في التعليقات. اتوقع هذا كان اللي عندي اليوم، شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم.